نشر ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو فجر اليوم الاحد يظهر البيت الذي تواجد فيه الاسيرين ايهم كممجي ومناضل نفيعات قبل اعتقالهما من داخل مخيم جنين وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال الأسيرين كميمجي ونفيعات بعد فرارهما من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة وسبق أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أربعة أسرى نجحوا كذلك بالفرار من سجن جلبوع وهم زكريا زبيدي ويعقوب قادري ومحمد ومحمود العارضة الله يحميهم ويحافظ عليهم وينقيهم